لدى انطلاقة هذه الأشواط الخاصة بهجن أصحاب السمو الشيوخ التي تنطلق بمسافة 6 كيلومترات. الشوط 11 الذي أعلنت له الانطلاق مشاهدين الأعزاء قبل لحظات قليلة، والخاص بالأبكار المحليات الأصائل، محليات الدار، أصائل الدار التي تنطلق أمام حضراتكم. نتابع مقدمة هذا الشوط ونسير دائما لدى الصدارة ومع بداية هذه الانطلاقة. هنا من تتواجد على المركز الأول، تأتي ختام على المركز الأول من هجن العاصفة، حمد بن راشد بن حمد بن غدير الاكتبي من يأتي بانطلاقة ختام على مقدمة هذا الشوط وعلى المركز الأول. ننتقل مباشرة إلى المركز الثاني، الدكتورة تتواجد في المركز الثاني ولكن غيرت شاهينية إلى مقدمة هذا الشوط، وأعلنت أيضا بالانطلاق مع الصدارة لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم. علي بن راشد بن غدير من يقدم الشاهينية، المركز الثاني ختام من حقن العاصفة، ثالثا الشاهينية أيضا من حقن الرياسة، راشد بن بخيت بن مجارح من يقدم الشاهينية. ننتقل إلى المركز الرابع، تتواجد الدكتورة على المركز الرابع من حقن الرياسة، أحمد بن مطر بن مايد الخيالي من يأتي مقدما الدكتورة في هذا الانطلاق. بينما المركز الخامس تدخلت أيضا هنا افهد على المركز الخامس في هذا الانطلاق الرائع والجميل من هجن الرياسة، عيسى بن أحمد بن مايد الخيالي، ووصول الشاهينية على المركز الخامس في هذه اللحظات مشاهدين الأعزاء. الشاهينية من هجن الرياسة، راشد بسم المنصوري من يقدم الشاهينية خلال هذا الانتصار وخلال هذا التحدي. بينما المركز السادس كما ذكرنا سابقا تتواجد افهد على المركز السادس من هجن الرياسة، عيسى بن أحمد بن مايد الخيالي. المركز السابع تنطلق أيضا فيه الحاجة من هجن الرياسة، مبارك بن أحمد بن مايد الخيالي. والمركز الثامن تدخلت أيضا شهرزاد، تتواجد أيضا في هذا الانطلاق وفي هذا التحدي الرائع والجميل. شهرزاد التي تتواجد بشعار هجن العاصفة، حمد بن راشد بن غدير من يقدم هذا الاسم. بينما تاسعا وتنطلق به مشاهدين الأعزاء، هذه هي مشاهدين الأعزاء، هملولة هملولة تتواجد خلال هذا الانطلاق وخلال هذا التحدي الرائع والجميل من هجن الرياسة. وأيضا مشاهدين الأعزاء علي بن يميل الوهيبي من يقدم هذا الاسم. بينما المركز العاشر تنطلق فيه ايضا مشاهدينا الاعزاء في هذا الانطلاق الرائع والجميل بشعار ايضا هجن الرياسة، ولكن العودة الى مقدمة هذا الشوط. المركز العاشر نعم الشاهينية لهجن الرياسة، عوض بن مبارك المهيري من يقدم هذا الاسم في هذا الانطلاق الرائع والجميل، ولكن العودة الى مقدمة هذا الشوط، العودة الى المركز الاول من خلال هذا الانطلاق الرائع والجميل والتحدي المثير لدى مقدمة هذا الشوط. غيرت شاهينية إلى مقدمة هذا الشوط وأعلنت بالانطلاق مع الصدارة بشعار هجن الرياسة، راشد بن بخيت بن مجارح المري، دير بالك يا بن مجارح. بدأت الأسماء تتقدم، تقدمت أيضا هنا وانطلقت في هذه اللحظات مشاهدين الأعزاء الدكتورة، الدكتورة من هجن الرياسة، أحمد بن مطر بن مايد الخيالي الفيلسوف ياتي أيضا بالخبرة في هذا المجال. قال مع انطلاقة الدكتورة تحركت الشاهينية في المركز الثالث أيضا بشعار هجن الرياسة، وأيضا راشد بن محمد بسم المنصوري من يقدم هذا الاسم لتكتمل ثلاثية الرياسة على مقدمة هذا الشوط. تدخلت ختام، انطلقت ختام بهذا الانطلاق بشعار العاصفة وهجن العاصفة الواثق حمد بن راشد بن غدير، وهنا أيضا شهرزاد تتواجد في هذا الانطلاق وفي هذا التحدي. شهرزاد لهجن العاصفة، حمد بن راشد بن غدير من يقدم هذا الاسم، هذا الاسم الخطير بأيضا شعار العاصفة، يأتي مع المركز الخامس. بينما المركز السادس وصلت الحقة أيضا تتواجد مع المركز السادس في هذا الانطلاق، هذه هي الحقة لتلحق بالمراكز المتقدمة بشعار هجن الرياسة، مبارك بن أحمد بن مايد الخيالي.
يا الله المميز الذي تميز ايضا في احد الرموز في هذا المساء ياتي بانطلاقه الحقه مع المركز السادس، بينما المركز السابع تحركت الاسماء انطلقت ايضا افهده على المركز الثامن او على المركز السابع، نعم افهده افهده لهجن الرياسه عيسى بن احمد بن مايد الخيالي البارع ياتي ببراعه التغمير في هذا الانطلاق مع المركز السابع، المركز الثامن حملوله لهجن الرياسه والظافر علي بن يميل الوهيب. يا الله كيلو ونص الكيلو ما تبقى على نهايه هذا الشوط وبدا الانطلاق، بدا التجمع من ضمان بكار بالقرب من بعضها البعض في هذا الشوط، الشوط حماسي للقايه والامتار الاخيره تاتي بخطر كبير للانطلاق والاندفاع نحو خط النهايه، ولكن ختام 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 غيرت من الجانب الاخر، غيرت الى الصداره مع بدايه الالف والمئتين لتعلن بانطلاقها مع مقدمه هذا الشوط، هذه هي ختام من هجن العاصفه حمد بن راشد بن غدير، من يقدم هذا الاسم في هذا الانطلاق مع الصداره ومع القياده، بينما عادت الشاهينيه، عادت الشاهينيه ببدايه الكيلومتر الاخير، الله يا سلام يا سلام الشاهينيه لهجن الرياسه، راشد بن محمد بالسم المنصوري حوار ثنائي ينطلق مع ختام ومع الشاهينيه خلال هذا الانطلاق، شهرزاد تاتي على المركز الثالث من هجن العاصفه، حمد بن راشد بن غدير يقدم ايضا هذا الاسم القادم مع المركز الثالث في هذا الانطلاق المميز في هذا التحرك الخطير، منطقة الاعلام الخليجية التي ترفرف ايضا حبا وتقديرا لكل عشاق هذه الاصالة، لكل ايضا ضيوف هذا الميدان، العودة الى الصدارة مع جولة الاوامر الاخيرة، ختام والشاهينية في موقع واحد، ختام في موقع واحد، ولكن الله راقبوا هذه الاسماء التي بدأت بالتحرك، الشاهينية الشاهينية على المركز الاول، ختام على المركز الثاني، شهرزاد على المركز الثالث، الكوكب الثلاثية، الثلاث اللي بهنزان اللقاء، يوم وصلا عند كيلو الامتحان، الشاهينية الشاهينية على مقدمة هذا الشوط، ختام شهرزاد، شهرزاد تأتي مع اللحظات الأخيرة لتنتقل إلى مقدمة هذا الشوط، هذه هي شهرزاد على مقدمة هذا الشوط من هجن العاصفة، تهانينا والناموس لهجن العاصفة، تهانينا والناموس للواثق حمد بن راشد بن غدير على فوز شهرزاد بالمركز الاول، ختام في المركز الثاني ايضا من هجن العاصفه الشاهينيه في المركز الثالث من هجن الرياسه اتت ايضا في المركز الثالث والمركز الرابع ما شاء الله، هنا الوصول ياتي ايضا من الحقه على المركز الرابع من هجن الرياسه والمركز الخامس الشاهينيه من هجن الرياسه ما شاء الله، شهرزاد فاجات الكل في الامتار الاخيره لايضا تختطف ناموس هذا الشوط، تهانينا والناموس لهجن العاصفه، تهانينا والناموس للواثق حمد بن راشد بن غدير على هذا الفوز والانتصار لدى انطلاقه شهرزاد التي ايضا تدخلت في الامتار الاخيره، اعلنت ايضا باختطاف ناموس هذا الشوط بتوقيت زمني مقداره 9 دقائق 8 ثواني 7 اجزاء من الثانيه، تهانينا والناموس، بينما ختامتت في المركز الثاني ايضا بنفس الشعار شعاري هجن العاصفه، اشكرك الواثق حمد بن راشد بن حمد بن غدير الكتبي بتوقيت زمني 9 دقائق 9 ثواني 4 اجزاء من الثانيه، بينما المركز الثالث كان من نصيب الشاهينيه لهجن الرياسه مع المضمر المستحيل راشد بن محمد بالسم المنصوري بتوقيت زمني مقداره مشاهدينا الاعزاء 9 دقائق خلال هذه الانطلاقه وخلال ايضا هذا التحدي الرائع والجميل لدى انطلاقه ايضا مشاهدينا الاعزاء، الشاهينيه في المركز الثالث لهجن الرياسه 9 دقائق 10 ثواني جزء واحد من الثانية، تهانينا.